السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الفلسفة، مرحبا بكم فاميلا في القناة ديالكم اللي هي قناة مول الفلسفة. في الفيديو ان شاء الله غادي نحاولوا نحضروا واحد ليفينمون اللي كتنظمو شركة يوتيوب، يعني هو عبارة عن واحد المؤتمر اللي كتنظمو شركة يوتيوب يعني كل سنة، يعني كتجمع فيه جميع الناس اللي كيخدموا يعني في اليوتيوب، اللي كيديروا فيديوهات تاعهم في اليوتيوب. الو غادي نحاول ان شاء الله نمشي لهاد الحدث هذا، وغادي نحاول نصور لكم جميع الواقع اللي غادي يوقعوا في هذا ليفينمون هذا. الو قبل ما تشوفوا هذا الفيديو هذا حاولوا ديروا لنا لايك، يعني ضروري لايك ان شاء الله باش تحفزونا نزيدوا من العطاء تاعنا. شوف الفوق بشي بخير، مرحبا بكم.
مول الفلسفه كنوعنا في هذا السيد هذا اللي سبسكرايب لي لايك لي كومونتير تقيو كاع كامل اللي كيعجبو اي يوتيوبر تهلاو فيه الدري راه كيخدم حتى هو منيتو راه بقى في ما تسعود فيه يخدم حتى هو تحيه لكاع لا 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 نشوفكم عز السلام عليكم لاباس عليكم بخير تابونا وفلاش ديال مول الفلسفه راه كاينه شي حاجه زوينه تبارك الله عليه الدري كاين دروس ديال الفلسفه واعرين كاع شي حاجه اللي بغيتي تتعلم ولا شي حاجه اللي بغيتي تستافد منها غتبقى عند مول الفلسفه تبارك الله عليه
مهم انا وليت الفيديو هضرت مع الميتر اللي ماشي حملوني قلت لهم الحاله ديالك احسن مني صافي بعد ما غير دوك شويه تي قاب هاد الفلوس اللي غنجيب دابا نطور بها شويه شويه راه نطور 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 وعارفين السي بي ام اللي دابا طاري ميت شحال واحد عارف السي بي ام اللي جنا مهم لحقت الفيديو مشيت خرجت عليا الفيديو وخرجت هضرت مع الميتر قلت لهم بعدو مني وهادي وطبيعة الحال هو انه الناس ما قلت لهمش عاونوني فهمتي راه غير الناس بقى في الحال وشو بعدين مشاو يقول لهم انا عاونوا الفوزه وهادي عاونوني هاني بقى في الحال باش هاد الفريق ياخذوا سميتش باش يديروا شي حاجه يديروا اسبوع لبنادم تعرف انا نحط ليميان ديال الباي بان نحط المسائل ديال اللي تحت واللي بغا يطرى الطار المهم بنادم شفت حتى في الراي ما عرفتش 10 دقائق 15 الف مشاهد شي حاجه اللي خيال علمي المهم وكان عاوني وخالي وليد ديها مره ولا وديوها ليا تاع ما بقاش من الصاد خصكم ليا تاع عاد كيكم واش تزيدوا في الكونسلطات من بعد كاين فعاليات ورشات عمل هادو جداد هما اللي ولينا كنديروا دابا باقي ثلاثه ديال الدبعين المرض هذيك علاش ولاو كيديروها باش يمنحوا للناس اللي عندهم لي فيديو طوال يوليو يمونيتيزيو اكثر لي فيديو ديالهم مع شحال هادي كان الاشهار كيدوز غير في الاول ديال لا فيديو قبل ما تبدا لا فيديو ودابا هذوك لي فيديو طوال كيخلي لك ان كاين بزاف ديال الحوايج كاين بزاف بحال حتى ديال العمال ما كانوش تيعرفوه ملي كانوا كيتقيدوا راه ما تقيدوش بزاف كاع اسامه التبريكي كان هو احسن واحد تقيد ومشى ودابا راه ربح الماطوس ديالو لا تيجاوبك تيجاوبك اسمك تبغى نقول شكون اللي عنده شي لعيبه اخرى شي لعيبه بحال هكذا ما عارفينهاش الناس في يوتيوب حاجه انا هاد القضيه انا براسي ما عارفهاش Thank you.